ألف مبروك كابتن ياسين عبد العال، افتتاح أكاديمية الكابيتانو في أسيوط. أكاديمية مهمة جدا للناشئين وللبراعم وللمستوى المتوسط في تطوير أدائهم، وفي فرصة كبيرة جدا من خلال الأكاديمية إن هي تنقلهم لأي فرقة في الدوري الممتاز أو لدوري. كل حاجة هتجيلك في وقتها، مش حد هياخد أكتر من وقتك. صحيح. وقتك هيجيلك، هتكون موجود في المكان كذا بالتوقيت والساعة والدقيقة، وثانية هتكون موجود وبتعمل اللي أنت حابه. فأنا كنت مقتنع من جوايا إن بجد لما يجيلي وقتي ربنا هيكرمني فيه كويس أوي، والحمد لله فضل ربنا عليا.